بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ضمن مراجعات الرياضيات للصف الأول المتوسط نراجع معا درس الأشكال الرباعية. الشكل الرباعي هو شكل مغلق يتكون من أربعة أضلاع وأربع زوايا، كما أن المثلث يتكون من ثلاث أضلاع وأربع زوايا. من الأشكال الرباعية شكل شبه المنحرف، فيه ضلعان متوازيان، أي متواجهان، ضلعان فقط متوازيان، ومتوازي الأضلاع فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتطابقان، والمستطيل فيه أربع زوايا قائمة، يعني الزوايا الأربعة جميعها متطابقة، وأيضا فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتطابقين، إذن هو متوازي أضلاع. المعين جميع أضلاعه متطابقة، وأيضا هو متوازي أضلاع لأن فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتطابقين. المربع جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه متطابقة، أيضا هو متوازي أضلاع، فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتطابقين. إذن يعتبر كل من المستطيل والمعين والمربع هو متوازي أضلاع. بالنسبة لزوايا الشكل الرباعي، كل شكل رباعي مجموع قياسات زواياه يساوي 360 درجة، كما أن المثلث مجموع قياسات زواياه 180 درجة. نستفيد من هذه في حساب الزاوية المجهولة. في المثلث إذا علمنا زاويتين نستطيع معرفة الثالثة، في الرباعي إذا علمنا قياسات ثلاثة زوايا نستطيع معرفة قياس الزاوية الرابعة. في هذا الشكل لدينا زاوية 85 وزاوية 73 وزاوية 59، فما قياس الزاوية الرابعة المجهولة؟ نجمع المعلوم ونطرح من 360، لأن مجموع زوايا الشكل الرباعي 360 درجة، ونقول 360 ناقص المجموع 217. 360 ناقص 217 يساوي 143 درجة. إذن في هذا الدرس سنتعرف اسم الشكل وقياس الزاوية المجهولة. من هذه الأشكال صنف كل شكل رباعي بما يأتي بأفضل اسم يصفه. هذا الشكل، هذه العلامات الخطوط تدل على التساوي التطابق، يعني هذا القياس يساوي هذا القياس، وهذا خط واحد مع خط واحد. إذن هذا الشكل فيه زواياه الأربعة قائمة. من هو الشكل الذي زواياه الأربعة قائمة؟ إذن هو المستطيل. هذا الشكل فيه معلوم زاوية واحدة قائمة فقط، ليس لدينا معلومات على الأضلاع، لا توازي ولا تطابق، إذن نقول هو شكل رباعي عام. هذا الخطوط هذه خطين متشابهين، إذن متطابقين في الطول، الضلعين. طيب إذن هذا الشكل فيه كل ضلعين متقابلين متطابقين. الأسهم تدل على التوازي، سهمين سهمين، إذن هذين الضلعين متوازيين، سهم مع سهم، إذن ضلعين متوازيين. هذا الشكل فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتطابقين، إذن هو متوازي أضلاع. الآن نحسب قياس الزاوية المجهولة، نجمع ونطرح من 360 ونقول 360 ناقص المجموع 48 و157 و55، 260 يبقى 100. أيضا من 360 ناقص المعلوم 59 و55 و146 مجموعها 260، أيضا 100. الشكل هذه الزاوية قائمة، المربع مع 71 مع 164 مجموعها 325، يبقى 35 درجة. الأخير 360 ناقص المجموع 115 108 73 نجمع فيكون المجموع 296 ويبقى 64 درجة. أسئلة: ما هو الشكل الرباعي الذي فيه ضلعان فقط متوازيان؟ لنكمل الجمل، الشكل الرباعي الذي فيه ضلعان فقط متوازيان هو شبه المنحرف. متوازي الأضلاع الذي فيه أربعة أضلاع متطابقة،
لم نعلم شيء عن الزوايا، إنما الأضلاع متطابقة فهو المعين. متوازي الأضلاع الذي زواياه قائمة ممكن يكون مستطيل، وزيادة عليه أضلاعه متطابقة، إذن سيكون مربع. الشكل الرباعي الذي أضلاعه المتقابلة متوازية، الكلام على التوازي فقط، إذن هو متوازي أضلاع. الشكل الرباعي الذي جميع زواياه قائمة هو مستطيل. الشكل الرباعي فيه ثلاث زوايا 57 و 58 و 105، نجمع الزوايا 70 و 50 120 و 15 135 و 105 240، يبقى 120 درجة. انتهى الدرس، وفقكم الله، وأمنياتي لكم بالتوفيق. المعلم محمود الرفاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.